الله الله على الأكلات الشتوية والصيفية الجميلة. الله على شوية بصلة بالبصل المحمر والبتنجان المقلي والبطاطس المحمرة وشوية جرجير وشوية بصل أخضر أو بتنجانتين مخللين كده بالدقة جنبهم حاجة كده. الله عليك يا بنتي يا وصفة، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. خدي الوصفة ونفذيها كده، وأكل مش هنقول اقتصادي على قد ما هو أكل مليان بروتين ومغذي، لان ما بقاش في حاجة اقتصادية دلوقتي الحمد لله على كل حال. كنتم مع وصفة، وانتظروني في وصفة جديدة، مع الف مليون سلامة، ودمتم سالمين وفي رعاية الله. ما تنسيش اذا الفيديو عجبك وخدتي منه ولو فكرة بسيطة تحطي اللايك لاختك وصفة، وتعملي اشتراك وتعملي شير للفيديو عشان يوصلك مني كل جديد، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وحصري. مع السلامة، انتظروني في وصفة جديدة.